يا أهلا فيكم من جديد. خلال شهر أغسطس الماضي تعالت الأصوات وتناقضت حول الاقتصاد السعودي وما يواجهه من تحديات خلال الفترة الحالية وكذلك المقبلة. أصوات تحدثت عن عجز متوقع في الميزانية قد يتجاوز 300 مليار ريال سعودي. أصوات أخرى طمأنت وفي نفس الوقت حذرت من التحليلات الخاطئة، خاصة بعد بدء عملية بيع سندات حكومية مطلع شهر أغسطس الماضي ولأول مرة بعد عام 2007. اليوم بنحاول حنا وياكم أن نقرأ مع ضيفنا كذلك الواقع قراءة واقعية، ولكن بعد ما نتابع هذا التقرير. من عدم الاستقرار وتذبذب في أسعار سوق النفط الخام الدولية، هذا ما وصفت به الحال خلال الأسابيع الماضية، وتعود انخفاض الأسعار إلى أنباء وبيانات عن زيادة المخزونات النفطية الأمريكية وعودة ارتفاع الدولار أمام بقية العملات الرئيسية. في السعودية سببت حالة عدم الاستقرار في النفط والأسهم إلى إحداث ربكة شعبية اقتصادية ومخاوف من المستقبل، وعلى الرغم من أن أحدث البيانات المالية تفيد بأن أمام المملكة المصدر الأكبر للنفط الخام في العالم سنوات عدة على الأقل قبل أن تواجه أزمة في موازنتها في ضوء انخفاض أسعار النفط، إلا أن هناك توقعات من قبل اقتصاديين تفيد أنه قد يحدث عجز في ميزانية المملكة قدره 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن صندوق النقد الدولي يتوقع حصول أول عجز في الحساب الجاري السعودي منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث تراجعت احتياطات البنك المركزي السعودي بمقدار 10% بالقياس مع احتياطات العام الماضي، وهو ما يعبر عنه بلغة الأرقام بمبلغ 70 مليار دولار في سنة واحدة. آخر التطمينات الاقتصادية هو عندما شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس في حفلة عشاء منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، التقى عددا من رؤساء الشركات الكبرى في واشنطن. وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ظهر اليوم فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية لمنتجاتها. يتوقع أن يكون هذا القرار الصائب ومحفزا لزيادة المنافسة داخل السوق، وأيضا سيفتح المجال لفرص وظيفية أخرى. للحديث أكثر حول الملف الاقتصادي قراءة في واقع الاقتصاد السعودي القراءة المستقبلية كذلك، ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ مازن سديري الكاتب الاقتصادي ومدير الأبحاث في شركة الاستثمار شركة كابيتال. حياك الله أستاذ مازن، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ خالد، شكرا لاستضافتكم برنامج. حياك الله معنا. خلينا نبدأ بقراءة عامة، يعني في تكهنات كثيرة كانت خلال الفترة الماضية وطالع لنا كل شوي محلل اقتصادي ويتناقلون الناس، يعني يتكلم العموم بشكل عام موضوع الخوف على الاقتصاد السعودي في ظل انخفاض البترول وإلى أين يتجه البترول، في ظل كذلك ما يدور في المنطقة من صراعات، كذلك الحرب في اليمن وغيرها. هناك من يقول أن اقتصادنا يخوف في الفترة هذه، هناك ميزانية كبيرة، ربما يكون عندنا عاجز في الميزانية، تتأثر مشاريع التنمية، كلام كثير على هالوضع. أن دعيت إلى قراءة واقعية، لا نكون متشائمين بشكل كبير ولا نكون على ما قال يعني متفائلين بحيث نتغاضى عن قراءة الواقع قراءة حقيقية. قراءتك الواقعية في ظل كل هالمعطيات وش تقول؟ أولا قبل كل شيء من منبركم الكريم أعزي إخواني السعوديين والخليجيين بشهدائنا العظام الكرام اللي استشهدوا، وأمي منها شهداء هي أم منصورة، الإخوان في الإمارات في البحرين والسعودية وجميع دول الخليج. عودة إلى سؤالك، أنا قلت ولا زلت محافظ عليها، أننا ننظر نظرة واقعية حسب ما، وهنا أنا أعتقد هذه حسب معطياتي هي النظرة الواقعية. لما تدخل الاقتصاديات في مرحلة خطيرة، هي اقتصاديات ممكن تتأثر عملاتها، مثل الآن ما ترى البرازيل، طبعاً برازيل مصدرة سلع، أستراليا مصدرة سلع، نيجيريا كويس مصدرة سلع، هذه الدول تأثرت عملاتها كثيراً. الحقيقة هي اللي تأثرت، استثني أستراليا، لكن نيجيريا تأثرت البرازيل بحكم أن كثير من صادراتها تذهب للصين.
السعودية تمتلك احتياطيات نقدية وعادلت فيها سعر الدولار بالريال. ظهر الدكتور الخليفي بشكل ممتاز وأكد التزام المؤسسة النقد بربطة الريال بالدولار. إذا اهتزت العملة لا طبعا يبدأ الاهتزاز في أصول اقتصادك، هذا الشيء بعيد تماما تماما. تذبذب يعني أسعار يعني نشيل هالاحتمالية تأثر الريال لا نراها قريبا أبدا ولا بعيدا، وعيدا يعني نحكي عن سنوات. طيب كويس، نجي النقطة الثانية. احنا نعرف ان اقتصادنا السعودي الدخل القومي عندنا قائم 90%، احنا على النفط، مدركين من البداية السعودية ترى هي وراء ارتفاع الانتاج في اوبك من البداية، يعني ما شيء فرض علينا وتوقعناه، احنا شيء احنا فرضناه في البداية. لا ننسى ايضا ان اسعار النفط التكهن فيها صعب والتذبذب فيها عالي، ممكن تتغير الاسعار للافضل للأسوأ، لكن الحقيقة استبعد ان تكون أسوأ، أراه على المدى البعيد أنها المدى المتوسط توصل إلى 20 دولار وإلى ما هو دون من ذلك. لا أعلم ما هي وجهة نظرهم، لكن حسب المعطيات العرض والطلب العالمي لا أجدها تصل إلى هذا السعر، ولا أجدها تصل حتى للثلاثينات، يعني أجدها في وجهة نظري في متوسط أرفع من ذلك، من الأربعينات للخمسينات. ترى على فكرة منخفض، ما هو مرتفع، لكن ما هو بالسوء اللي نتوقعه. 40-50 ترى فيه عجز، راح يتحقق فيه عجز، لكن هذا مو معناته انها راح تنزل تبعا للعرض العالمي. لا ننسى ترى 9 مليون برميل من العرض العالمي جاي من مكلفه، واحنا الاستنتاج العالمي حدود 93 مليون برميل، يعني قرابه 9% مناطق مكلفه، 13 مليون برميل منتج من مناطق تحشد اضطرابات سياسيه، ممكن في اي لحظه يحدث فيها اي اهتزازات ترتفع الاسعار. حدث قلاقل في الاقتصاد العالمي، زادت المخاوف الداخليه في السعوديه، لكن بولغ فيها مثل الوضع في الصين. فعلا الصين تشهد تباطؤ اقتصادي، وقد تشهد تباطؤ، وهذا كوجهة نظر صندوق النقد الدولي، لكن ايضا صندوق النقد الدولي، وكاله فيتش، اس ام بي، كلهم اعطوا وجهات نظر وحافظوا على المدى القريب سلبيه، لكن على المدى البعيد لكنهم حافظوا على المملكه تصنيفها الائتماني. فيتش حافظت على تصنيف المملكه وتوقعت ان المملكه ستتجاوز في السنوات القادمه مساله العجز الجاري ومساله العجز في الموازنه. طبعا هذا حددوها معتمد على مسارين اثنين، لازم نكون ديناميكيين واقعيين، اللي هو تغير السياسة المالية في السعودية وتغير أسعار البترول. أسعار البترول عطيتك نقاط قبل قليل عنها، لكن أنا جاي أحكي لك الآن عن السياسة المالية. حدثت أخبار صدرت مؤخرا لكن لم تتأكد عن تحول السعودية ودعمها للقطاع الخاص بتحويل عدة قطاعات. عندنا أكثر من 300 مليار ترى تصرف على أجهزة خدماتية في السعودية، قرابة ثلث الإنفاق الحكومي. هذه ممكن أنها على مدى سنوات جزئية أنها ترحل القطاع الخاص. قاعدة القطاع الخاص في السعودية كبرت والكثيرين يهملونها، الكل ينظر اقتصاد السعودي الدولة والبترول. أعطيك أرقام عشان نتفادى الفرضيات. من عام 1996 قلتها كذا مرة وحب أكدها برنامجكم المتابع، اقتصاد السعودي من 1996 نما برغم انخفاض أسعار البترول، برغم انخفاض الانفاق الحكومي 25% في ذاك الوقت، نزل سعر البترول كثير ذيك الفتره من 96 سنه، نزل الانفاق الحكومي معدل 25%، اقتصاد الوطني الجي دي بي السعودي ارتفع 3% بحكم القطاع الخاص والقطاع غير النفطي، ارتفع 13%. الان بعد هالسنوات، بعد هالقاعده البنكيه القويه اللي نمتلكها الان، القاعده الهيومن كابيتال عندنا، الموارد البشريه وراس المال البشري من البعثات، التعليم، الانفاق اللي صار فيه والطاقه التعليميه، هذه كلها راح تساعد القطاع الخاص الموجود في السعوديه لمساعده الانتاجيه وخلق فرص عمل. فبالتالي لا نرى التحدي. بس يعني ما سخرينا، يعني صندوق النقد الدولي على سبيل المثال يعني ذكر، يمكن تكلم عن تقييمه للوضع الحالي السعودي، وحتى كان من ضمن الاشياء كتوصيات أو مثلا نقاط طرحها يعني ممكن طرحت حتى في بعض الصحف، قد يكون هناك مثلا تقليص للرواتب الحكومية. تحدث التقرير حق صندوق النقد الدولي عن كذلك تقليص وكيف مشاريع التنمية، بعض الأمور اللي تتأثر سلبيا. يعني ما أدري هل هي كانت قراءة واقعية قريبة ولا بعيدة المدى؟ الناس خلينا بقول كذا بكل بساطة، خلينا نبسط المعلومة الاقتصادية، الناس خايفين وكنا يعني من هالتحليلات اللي قاعدة تطلع انه والله اقتصادنا يتأثر، اقتصادنا والله بيضعف، مشاريعنا التنموية اللي قاعدة تصير الحين انه والله حيتقلل او يصير عندنا سياسة تقشف في الحكومة في الصرف على المشاريع الحكومية، هناك سيتأثر مقاولين ماسكين مشاريع مع أجهزة حكومية، يعني فيه ارتباط كبير في تأثير سوق الأسهم. احنا شفنا الدوائر الحمر الفتره الماضيه، والخوف رايناه في سوق الاسهم، تاكيد النظره الخوف رايناه في سوق الاسهم، يعني انعكاس المخاوف الناس. فانا ابي يعني الوضع يعني هناك تقارير تجي من برا وانت تقول له خلينا نكون متزنين، احنا وين نروح؟ احنا نروح للمنطق والعقل. على فكره تقارير صندوق النقد الدولي في تقرير اعطى وجهات نظر ولا قال هذه مشاكل،
لكن أيضا من النقاط اللي تكلم عنها هو تكلم الحقيقة عن الدعم الموجود كويس، وأعطى نقطة أخرى أيضا عن السياسة المالية وأنا أيدهم فيها. إحنا السعوديين خايفين من الإنفاق لأنه إحنا في ميزانيتنا ما تطلع صورة الإنفاق إلا لسنة واحدة أستاذ خالد، بينما هم رأوا أنك تضع خطة الأربع سنوات تحدد فيها الأولويات، لو بتسوي إعادة هيكلة للتكاليف يكون واضح للناس أين راح المشاريع اللي تتقلص وأين المشاريع اللي راح ترتفع. في دول زينا روسيا أنغولا تشيلي ذكرها صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في شهر مارس هذه السنة عن السعودية، ذكر فيه أن هذه الدول عندها إطار وعندها صناديق احتياطية زي ما سوينا، موجود احتياطية ادخارية ومعادلة واضحة بين متى يكون الإنفاق ومتى يكون الادخار. هذه لو ترتفع الشفافية تتضح للناس. الخوف يجي نتيجة غياب الشفافية، لو توضح السياسة المالية معاييرها لو توضح ينتهي كثير من الخوف. لا يمكن اقتصادنا أنه يتعرض للخوف. احنا عندنا التقارير الدولية تقول عندنا أفضل نظام بنكي بعد سنغافورة وكندا على فكرة لو ترجع لتقرير فيتش، وهنمتلك قاعدة أصول تجاوز تريليونين. البعض قال تخوف لما صار عندنا سحب من الاحتياطي بشكل كبير. أكيد، وهذا كان شيء متوقع ولجأنا لهالشيء عام 2009، ننسى التاريخ ليش؟ لما انهارت أسعار مع الأزمة المالية، ومع ذلك عوضنا هذا الشيء عبر الإنفاق الحكومي وسحبنا من الاحتياطيات، وكان وقتها إنتاجنا كان وقتها اقتصادنا أقل من حجم اقتصادنا الحالي ب 20%، وتقرير مؤسسة النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3% هذا السنة، النمو الحقيقي اللي هو الفعلي مو هو بالاسمي، نمو الحقيقي 3% إذا حسبنا من عامل التضخم. هذه كلها مؤشرات إيجابية. إحنا الخوف من عندنا متى تأتي الأزمات المخيفة؟ إنه ما يكون عندك احتياطيات وبالتالي تضعف العملة، نظامك البنكي يدخل في حالة إفلاس، يكون عليه قروض مرتفعه غير قادر ان يواجهها، مخاطره عاليه. هذه المعادله ما نراها امامنا. ممكن يحدث تباطؤ اعاده ممكن، لكن ايضا يوجد فرص كما قلنا عبر القطاع الخاص، كما قلنا ايضا عبر كفاءه الموازنه ممكن تزداد الانتاجيه بميزانيه اقل. لا اقول لك ان الوضع يستدعي ان ننظر، الوضع يستدعي ان نعمل، لكنه ليس خطيرا، لكنه ما في شك يمر اقتصادنا بحالة تحول، التحول تغير، بالتالي الناس تريد أن تفهم هذا التغير. جميل. فأتمنى لو الإخوان في وزارة المالية ولهم دور في بناء هذه الاحتياطيات أنهم ينظرون لها النقطة ويحطون إطار يعني يوضح الأمور أكثر. ما ترى أنه حتى بعد نحتاج شفافية؟ يعني معلش، يعني نبغى وزير مالية يطلع في لقاء ويتكلم مثلا، نبغى وزير الاقتصاد والتخطيط، يعني نبغى وزير البترول يتحدث بلغة واقعية، مو بلغة انه والله ما عندنا مشكلة لو نزل سعر البترول $20 يعني بهالشكل. فما تشوف انه نحتاج سياسة شفافية؟ والله هو نستثني وزير البترول لانه ما يقدر يتكلم، بحيث انه تعرف هذول الشركات اللي تصدر، لا يقول بالعادي عندنا لو وصل $20 هو المضطر انه ياخذ هذا التعبير، لانه ايضا طلع بيانات لو تذكر وقتها لما قال هالتصريح طلع بيانات تطمن في السعوديه، فبرضه اخذوه هم المنتجين غير الانكونفشنال اويل، المنتجين المكلفين انها عناصر اخرى، يعني ان السعوديه ما تقدر تروح بهالسياسه كثيرا، فطلع هو هالتصريح ردا عليهم. ما يقدر يكون شفاف اكثر، ممكن ياخذون تصاريح ويشكلون لوبي ضدنا ويأخذون هم دعم من حكوماتهم هناك، بالتالي تنزل عليهم التكاليف. أستثنيه، لكن أذهب للوزيرين الآخرين معالي الدكتور معالي المهندس عادل فقيه والدكتور محمد العساف، فعلا لو يعينون متحدثين رسميين يظهرون كل شهرين ثلاثة على الأقل يوضحون ويوضح إطار للسياسة المالية يكون شيء جدا ممتاز. أيضا احنا نبحث عن استثمارات أجنبية، استثمارات الأجنبية راح تجي عبر ماذا؟ عبر برضو زيادة الشفافية، لازم يعرفون يعني الاستثمارات وين رايحة، القاعدة المالية أين ستذهب. صار قلق بسيط جدا حول سعر صرف الريال الأسبوع الماضي، ظهرت على طول مؤسسة النقد ما تراجعت. هذا المفروض يعني الشفافية ارتفاعها. تعرف فكرة تصريح الدكتور العساف من سنة عدل سوق الأسهم السعودي وعاد ثقة لو ترجع في التاريخ نهاية 2014. الشفافية جدا مهمة، الناس ما تبي الغموض، نزول الاقتصاد احنا ما لنا خايفين من التباطؤ، بس اكد لهم هذا الشيء عشان ما يروحون في الاعلام. انتم عندكم قاعده تقول اذا لم تكمل القصه خصمك سيملأها سيكملها بدلا عنك فراغ بالتاكيد. طيب خليني اتكلم عن سوق الاسهم. طيب البترول يمكن تعرضت عليه، لكن قراءه مستقبليه بس قبل ما اروح لسوق الاسهم. البترول للمدى القريب يعني اموره زينه ان شاء الله، يعني قراءه مستقبليه اعتقد لا، انه في الفتره المتوسطه القريبه يعني راح يكون هذا متوسط اسعاره في الاربعينات الحاليه يعني. طيب سوق الأسهم تأثر وشفنا احنا الحمر لا يوري يعني اللون الأحمر في سوق الأسهم، وكثيرين من الناس ربما يعني صار دبت يعني موجة من الخوف حقيقة. صحيح. في كثير من الناس اللي يعملون في سوق الأسهم. نعرف مدى ارتباط سوق الأسهم بالتأكيد بالنفط وبغيرها من العوامل المؤثرة، تأثره تذبذبه
عدم وضوح الرؤية حول هالفترة، هناك تكهنات بوجود ناس مؤثرين في السوق هم من يحركون بهذه الطريقة، أي أن تكون أنت كيف تشوفه؟ والله هو الشف، عشان نجي من النقطة الأخيرة وارجع الأولى، حسب بيان تداول، حسب مبيعات وشراء كل القطاعات، الأفراد بكل أحجامهم، الأفراد أصحاب أقل من مليون هم اللي باعوا كميات كبيرة بسبة الخوف، وأيضا الشريحة اللي بعدهم من مليون إلى أعلى باعوا بكميات كبيرة، ففي قلاقل أيضا صايرة من هذا. وأغلب تعرف المتداولين عندنا 90% أفراد، فمؤثرين جدا، وفعلا لا تترك الناس للخوف، هذا الشيء لازم يراعونه المسؤولين ويعرفون ترى بتأثر، مو كل الناس تقرأ، مو كل الناس خبراء ماليين وخبراء اقتصاديين، هذا تعرف الإنسان ضعيف أمام ماله وأسرته، فيتخذ قرارات زي انراشنال غير عقلانية من الخوف. لو كانت هناك شفافية ووضوح، شافت الناس انهيار الأسواق العالمية بعد البيانات اللي عن الصين لما نزل المؤشر الصناعي، وصار في بنك مع العلم انه وشافوا السوق الصيني، مع العلم السوق الصيني ارتفع يا استاذ خالد 150% في سنه، انت لو شاري من سنه في السوق الصيني انت ربحان الى الان على فكره، انت ربحان فوق 30%، بس السوق الصيني عاد خاض عمليه تصحيح الان كبيره تضاعف زي ما صار في السعوديه 2006، يعني 2006 انهار السوق السعودي، مكرراته صارت عاليه، بس مو معناته الاقتصاد السعودي كان سيء، افضل سنه اقتصاديه بدايه الطفره الاقتصاديه ترى 2005 2006، لا ننسى هالكلام، بس هذا برضو ما يلغي أن الصين في مؤشرات ثانية تربك فيهم، حجم مثلا صادرات كوريا انخفض وهي أكثر مستورد لها الصين، مؤشر صناعي ينخفض، الاستهلاك الكهربائي في الصين على النمو فيه على علامات استفهام، فهذه أيضا تربكك. هل يوجد أزمة في الصين؟ لا نظن، لكن أعتقد في تباطؤ، وأيضا صندوق النقد الدولي أكد النظرة لا يرون أزمة، لكن يرون هناك تباطؤ في الاقتصاد الصيني. طيب وتأثيرها علينا، يعني إحنا إلى متى وحنا بنشوف سوق الأسهم بهالشكل؟ إذا ارتفعت الشفافية، أتمنى من منبركم إنه وزارة المالية ترفع الشفافية بخصوص الماء، بخصوص لأنه الآن صراحة يصير السوق بين معطيين أستاذ خالد، أرباح الشركات عشان يطمنون إن اللي خايفين منه ما حدث، ودي مسألة بتاخذ وقت، يعني الربع القادم بياخذ شهر ونص على بال ما تطلع النتائج، احنا الآن سبتمبر هي تطلع في وسط أكتوبر النتائج، كويس بياخذ شهر، كويس، وأيضا عندك أسعار البترول وهي متذبذبة، فلو تضحى الشفافية أكثر، صدر خبر بس ما جاء من جهة رسمية من أحد الصحف أنه ستطرح خطة اقتصادية سعودية شاملة، ولم يأتي نفي لهذا الخبر، أوكي؟ أنه ستطرح خطة اقتصادية بعد فترة، أنا أتمنى الإسراع في ملامحها، وضع خطط العريضة. طيب أبي رسالتين قبل ما نخلص من سوق الأسهم، رسالتين، الرسالة الأولى هي سوق المال، إيش تقول لهم؟ الرسالة الثانية للمستثمرين في سوق الأسهم، يعني الناس اللي ما زالت موجة الخوف عندهم موجودة ما بين الإقدام، البيع، الإحجام، ما يدري وش وين يروح، فوش يمكن نوجه لهم؟ أولا هيئة سوق المال هيئة تنظيمية ما هي وتشريعية، ما لها دور في اللي قاعد يصير، هو العامل الأكبر في اقتصادنا الخوف جاي من أسعار البترول والإنفاق الحكومي، فقلت لك الماء كما قلنا قبل قليل لو ترفع الشفافية وزارة المالية والنصيحة لو طلع لنا وزير المالية الحين وصرح وتحدث بواقعية حتى لو كان عندنا مثلا عجز أو أين يكون وتكلم بكل شفافية، هذا بينعكس إيجابيا تشوفه؟ ينعكس، لأن الناس أخذت الأمور جدا سلبية، الناس اعتقدت كل الإنفاق راح يتوقف كل المشاريع، وهذا مو منطقي. طيب في مقاولين، معلش أقول صراحة، في مقاولين الحين موقفوا مسياراتهم، في مشاريع الحين قلص فيها الإنفاق الحكومي، خلينا نتكلم بكل صراحة. أنا أسمع وفي مشاريع جدولت، لكن في مشاريع قائمة، أمشي في شوارع الرياض، مترو الرياض شغال، في كثير من المشاريع محطة تكاليف لدى مؤسسة النقد، في كثير مشاريع تراها قائمة ما توقفت، ليش ننكر هالكلام؟ انظر الحركة الإقراضية اللي قاعدة تصير بنوك، معناته في حركة اقتصاد، في حركة تنمية، في حركة مشاريع، وأغلب الشركات اللي مقترضة كثير منها يعني لها شراكة مع الدولة، نشل الكلام هذا ليش؟ وهذه عقود طويلة أمد، ما هي يوم ولا يومين راح يتوقف، مو كل المشاريع الجديدة تتوقف، صحيح ممكن بعض المشاريع نحدد، طيب بدل ما كنا متوقعين النمو 6% نعرف انه 3%، نعرف انه 2%، الناس تعتقد الصفر او سالب، لكن المشكله تبقى العجله مستمره، هذا العجله مستمره. الهدف مو بالتقشف استاذ خالد، الهدف انه كيف تحافظ على التنميه غبر اقل التكاليف، التقشف ما هو لنا، تقشف فرنسا واوروبا لحكم الدين العالي الناتج المحلي، لكن احنا لا، احنا بلد عنده نسبه بطاله 11.6%، احنا لازم نخلق وظائف لل 600,000 عاطل، كيف تخلق وظائف من غير استمرار عجله التنميه الاقتصاديه؟ فأنت لازم تسوي تنمية وتقلص التكاليف في نفس الوقت. طيب بيع سندات حكومية كيف شايفه؟ شايفه ممتاز في ظل التصنيف الائتماني الآن للسعودية، ونال الثناء كثير منظمات العالمية بما فيها الـ IMF، S&P أشاد فيها، كلها أشاد فيها، تصنيفنا عالي، وفعلا بدل نسحب من الاحتياطيات، وهذه كانت تحتاجها البنوك السعودية ترى، ودول قوائم أوراق مالية
أنها تدخل السوق المالي وأنها تشتري من المساهمين وأنها ترفع مستوى أصول البنوك، خصوصا أن عندها هذه السيولة والودائع المحدود 177 مليار محطوطة لدى مؤسسة النقد بريبو عكسي جدا منخفض، بالعكس مربح أكثر البنوك ويحرك بالعكس النشاط الاستثماري. طيب الحديث عن صندوق السيادي، عندنا احتياطيات كبيرة موجودة الآن في السعودية، الصندوق السيادي السعودي كلمة كبيرة إذا بتتكلم عنها، إذا بتنظر احتياطيات إحنا ترى عندنا احتياطيات من زمان عندنا. وش معناك بالصندوق السيادي؟ هل احنا نبي نسوي زي الدول الاخرى زي روسيا وتشيلي؟ تراهم قريبين من نموذجنا. اذا تتكلم عن دوله كبيره زي النرويج، النرويج دوله يعني دوله اولا حجمها السكاني منخفض عندنا، جغرافيتها منخفضه، عندها نظام ضريبي كبير يعادل ناتجها المحلي فوق 40%، هذا شيء ما هو عندنا. وعلى فكره ترى تاثرت بعد النرويج، دخلها في صندوقها تاثر، انخفضت ارباحها ايضا في هذا الربع، نعم انخفضت أرباحها في الفترة الأخيرة مع انخفاض أسعار البترول، ولها استثمارات كبيرة في النفط فهو مرتبط فيها. طيب خليني أختم ب يعني أحد نتائج منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي وزيارة من بركات زيارة الملك سلمان حفظه الله للولايات المتحدة الأمريكية، الإعلان عن فتح قطاع التجزئة والجملة للشركات الأجنبية ومن ضمن الشركات الأمريكية للتواجد في السعودية بنسبة ملكية 100%. الناس تداولوا هذا الخبر برسائل واتساب، لكن ربما كثيرين مو فاهمين كيف على أرض الواقع سيطبق. هناك من يخاف أن يقف الوكلاء بعضهم في وجه تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، وكلاء بعض الماركات المشهورة الأمريكية على سبيل المثال سيارات ولا غيرها، معناتها أنتم اللي أول عندكم احتكار وقاعدين أوكي تبالغون ربما في الأسعار أو ربما تقللون في الجودة، جت على ما قال الشركة بأمها موجودة عندنا. عطنا لمحة بس وأزل الغموض عن آلية تطبيق مثل هذا الموضوع، وش معناه؟ أعطيك هي اقتصاديا، يعني هو أنا ماني قانوني لكن أعطيك نظرة اقتصادية. أولا طبعا دخول سوق دخول شركات تجزئة بالتالي هي ما راح تستفيد من الدعم الموجود عندنا كويس مثلا للصناعات عبر الوقود أو عبر، لا هي جاية بالتالي هي جاية تستثمر في السعودية، ممكن تخلق فرص عمل، هذا جدا شيء ممتاز. صناعة التجزئة تحتاج إلى كمية عمال كبيرة، والآن لاحظنا سعودة في سوق التجزئة دخلت، لو تروح جرير مثلا بعينك أو تروح أي سوبر ماركت العثيم تلقى سعوديين كلهم على الكاشير أصبح، فهي تخلق وظائف، راح تخلق فكر إداري جديد وجودهم. هاي الشركات على فكرة شركات التجزئة متقدمة جدا بفكر الإداري وتطويره، لكن السؤال برضو ترى دخول أسواق وتكوين شبكة تسويق ترى شكل يعني النقطة مو سهلة للشركات، فلا أحد يعتقد أن الدخول سيكون سريع ومباشر، ممكن يتأخر يدخل في قطاعات ويختفي في قطاعات ويكون قليل في قطاعات، لكن الهدف منه هو تخفيض الأسعار بشكل نسبي. يعني المستهلك كله بيستفيد في النهاية، يعني معلش أقول لك يا جنرال موتورز على سبيل المثال، نعم. تبي تفتح لها هنا مثلا أقدر أشتري من عندهم مباشرة من غير الوكيل على سبيل المثال، نعم. أبل على سبيل المثال يصير عندنا هنا موجود في الرياض، هل هذا هو المقصود بالتحديد؟ والله هذا اللي أنا فهمته، الخبر ترى على فكرة ما جاء رسمي، جاء من جهة إعلامية ولم يتم نسمع نفي له، بس ما جاء بشكل رسمي كويس. هذا اللي أنا فهمته، الخبر جاء على هذا المعنى، وهذا المعنى يوحي إلى عدة صناعات من ضمنها الدورة اللي أنت ذكرتها، السيارات الأجزاء الخفيفة العادية، لكن هدفه هو أنك ترفع جودة التجارة عندك، ارتفاع المنتجات وتحسن وعدالة الأسعار، مو بأنها تنخفض تصير رخيصة، لا أحد يفهم الرخص سيء ترى في الاقتصاديات، الهدف أنها تكون عادلة الأسعار مع كفة الجودة وخلق فرص عمل أكثر. جميل، أشكرك هذا، أتمنى الحقيقة أنه تواجدون عندنا هالماركات العالمية والسيارات على سبيل المثال اللي يشيلون المسجل ويحطون مسجل تجاري وتبتلش، يعني أحيانا أنا ما صارت لي، صارت لك صارت يا فبالتالي كويس أنه حتى على الجودة أنك تأخذ مباشرة من المصنع ومن صاحب المنتج بعيدا عن ولا تنتظر التدخلات السلبيه واللي تنقص التكلفه. خالد لا تنتظر وكيل حتى انه ياتي لك بسلعه، خلاص انه الشركات المبايه تذهب الاسواق الناشئه في العالم وتستثمر فيها. جميل، شكرا لك استاذ مازن ستيري، الكاتب الاقتصادي ومدير الابحاث في شركه الاستثمار كابيتال، يعطيك العافيه. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل معكم، ابقوا معنا.